السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. غنوريكم واحد الانواع ديال سبورطاس مع الاثمنه ديالهم ومعلومات مهمه. تبعوا معنا هذا الفيديو، غادي نوريكم مكان ديال الشراء ديال سبورطاس. البلاصه هذه كيقولوا لها يعني بريكوما، يعني يديو فكره للاثمنه. كما كتلاحظوا هذا سبورطاس الاخوان، الثمن ديالو مناسب جدا، كتراوحوا من بين 27 درهم 20 درهم حتى 40 درهم. الثمن ممتاز صراحه، متناول ديال الجميع. وكاين واحد سبورطاس اللي زوينين عجبوني العرض ديالهم، كتجبرهم كيعملوا 10 ديال سبورطاس ب 120 درهم، يعني تقريبا شي 12 درهم تقريبا الوحده. يعني ملي كدي 10 بحال الجمله كيتقاموا لك رخاصين، كدي وحده كتقام لك شويه قضيه يعني زايده. ملي كدي 10 والثمن صراحه الثمن مناسب جدا، يعني سبورطاس مزيونين حتى الشكل ديالهم كيجيو حلوين. هذا سبورطاس اللي في السقف، سبورطاس ديال لينيش، مهم سبورطاس ديال ليطاجيرات، كيتراوحوا بين 50 درهم 55 60 درهم، هذا الثمن ديال هذاك النوع هذا. بالنسبه ديال سبورطا اللي غاليه فيهم هنايا كتمن 80 درهم، يعني اغلى سبورطا في هذا لي مارك هادو اللي شفتو كاملين يعني 80 درهم. السبورطا اللي خصكم هي هذيك احلى، هادوك كيعملوا 10 كيعملوا 120 درهم، يعني الثمن مناسب. فيهم كحل وفيهم ابيض، تقدر دير كحل ديالو تقدر دير ابيض ديالهم، وفيهم اشكال زويونين صراحه. فيهم ما تختار، كاينه ميدار، كاينه الانسان اللي بغى يشوف. هادو عاوز الاسعار واشكال يعني ديال لي باف، يعني بزاف ديال الاشكال انواع ديال لي باف. المهم كنشاركوا معكم هاد سبورطاس هادو باش تديو فكره الاخوان الجوله هادي. هادو اللي كيجيو في الداخله ديال البيبان، كيجيو في الدروج في الجرادي. هاد سبورطاس هادو او السين ديالو شكل، وهنا نصور لكم الصور باش تديو فكره على سبورطاس. اشكال زوينين صراحه، كيعطيو منظر. وحتى الثمن، هذاك سبورطاس اللي قلت لكم 10 ب 120 درهم، هاك الحال ديالهم ابيض ديالهم شفتوهم، وما هذوك اللي دازوا الاخوان. وهادو كيتراوحوا انا قلت لكم بين دابا بحال هذه اللي بايطه كتجبرها مثلا 60 درهم 50 درهم 40 درهم. الثمن صراحه الثمن مناسب.